أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز لقاء خاصا على هامش أعمال قمة المناخ كاب 27 مع سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة الأساسكو. كوب 27 لا تقتصر فقط على الفعاليات المتواجدة سواء في الورش والجلسات الرئيسية في البلو زون أو الجرين زون، ولكن أيضا هي فرصة جيدة للتعاون بين المنظمات المختلفة والتعاون بين الدول وبين الدول والمنظمات بشكل كبير للوصول للحلول الفعلية والعملية التي من الممكن أن تطبق على أرض الواقع. لذلك يعد فرصة للاتفاقيات أيضا بين المنظمات والدول بينها وبينها البعض. لذلك الآن معي ضيفي الدكتور سالم مالك، وهو المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أو الإساسكو. دكتور سالم، برحب بحضرتك على القناة الأولى في البداية. أهلا وسهلا بكم في بلد السلام شرم الشيخ. اهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي يا فندم عايزين نتكلم عن ماذا تفعل الاساسكو في كوب 27، يعني هناك جناح خاص للاساسكو هنا، ما الذي تقدمونه هنا صديق للبيئه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذه اول مشاركه لمنظمه الاساسكو في الكوب في مؤتمر المناخ. شاركنا في جناح في المنطقه الخضراء، جناح متميز يقدم ندوات ومحاضرات وبرامج ايضا تدريبيه لكل من هو مهتم بالتراث ومن هو مهتم بالثقافة ومن هو مهتم أساساً بالمناخ، ونحاول أن نربط كل ما يتعلق في مجالات المنظمة مع أهميتها في المناخ والبيئة. حسنا دكتور محمد، يعني إحنا بنتكلم عن نقطة هامة جداً، فكرة الاتفاقيات. ماذا عقدت الإساسكو في هذه الفترة، ومع هناك اتفاقات معينة مع جمهورية مصر العربية وصولا لأشياء صديقة للبيئة وأفكار صديقة للبيئة؟ الحمد لله، خلال الأمس أطلقنا صندوق لحماية التراث من المتغيرات المناخية. هذا الصندوق رح يقوم بتوفير الدراسات والبحوث الأساسية لدول العالم الإسلامي. دول العالم الإسلامي تحوي عدد كبير جدا من المواقع الأثرية، ولكنها أيضا تتعرض لمتغيرات مناخية كبيرة جدا، تصحر، الفيضانات وغير ذلك. إذن لابد لنا من أن نساهم كمنظمة دولية في حماية هذه المواقع التراثية لعالم الإسلامي. أيضا ثقافة المواقع التراثية أهميتها في دول العالم الإسلامي، وإن أصاب بعض المناطق تصحر أو بعضها جفاف أو فيضانات، لابد أيضا من حماية هذه للأجيال القادمة، لأنها هي هوية شعوب، وهوية الشعوب لابد من المحافظة عليها للأجيال القادمة حتى تعرف من هم أجدادهم وأبائهم الذين حافظوا على هذه. هناك موضوع آخر أيضا، وقعنا اتفاقية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الثقافة والسياحة، مع منظمة اليونسكو، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا مع مؤسسة مصرية للصناعة والحماية التراثية. هدف هذا الصندوق هو دعم المتاحف بطاقة بديلة، طاقة شمسية وهي صديقة للبيئة. فهذا إن شاء هذه الاتفاقية إن شاء الله بدأنا العمل على أول متحف، ولكن إن شاء الله ننوي العمل على متاحف أخرى في مصر، ومنها هذه التجربة بنجاحها ستنطلق إلى دول العالم الإسلامي، لأن تكون جميع إن شاء الله المتاحف أو أغلب المتاحف مدعومة بالطاقة أو بالطاقة الشمسية، وهي طاقة نظيفة صديقة للبيئة. يعني فعلا هي آليات مختلفة للتعامل مع البيئة وحماية التراث بشكل عام، ولكن هل ده يقتصر فقط على فكرة استخدام الطاقة النظيفة في المتاحف، ولا ممكن مثلا الصندوق ده يكون ليه جزء في التوعية في التعامل مع التراث بشكل عام؟ احنا في مشاركتنا هذه في جناح الإساسكو هناك 50 نشاط نقيمها على مدى الأيام المقامة، وهناك حقيقة كل ما يتعلق في المناخ، سواء من جانب التعليمي، سواء من جانب الثقافي، سواء من جانب العلمي السياحي وغير ذلك، كلها ولله الحمد ندوات يشارك فيها خبراء من الإساسكو وعلماء من خارج الإساسكو وأساتذة الجامعات. فهذا ما نقوم فيه. في الأمس مثلا كان هناك مجموعة من الأطفال بمشاركة جميلة أيضا
بيني وبين وزير الرياض والشباب، الشباب والرياضة دكتور أشرف صدقي، ومحاكات مع الأطفال منهم أقل من 15 سنة، وكان هناك طرح من الأطفال لا تتخيل هؤلاء الأطفال مدى معرفتهم عن متغيرات المناخ وكلها من خلال تصفحهم لوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم كنا مع أيضا جامعة عين شمس ممثلة بوزير برئيس الجامعة دكتور محمود المتيني ومجموعة من طلاب وطالبات جامعة عين شمس، والحديث عن المستقبل ورؤية هؤلاء الشباب كيف هي الحلول للمتغيرات المناخية التي تؤثر. لابد أن يكون هناك أيضا عدالة مناخية بين جميع الدول، ولا نقول بأن الدول المتقدمة هي من تهتم بالمناخ، ولكن أيضا هناك دول كمصر كالمملكة العربية السعودية بمبادرتها الرائدة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. أعتقد أنه دولنا إن شاء الله في دول العالم الإسلامي دول بدأت تهتم بشكل أكبر مما يتوقعه الدول المتقدمة. جزء مهم كمان جدا يا فندم هي مدينة شرم الشيخ، احنا هنا كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، وهي الآن بتتحول لأول مدينة خضراء في مصر، وجزء برضو من مدينة شرم الشيخ هي في المتحف شرم الشيخ الخاص، وأكيد هيكون ليه دور مهم جدا من صندوق حماية التراث، لأنه مهم جدا ان احنا نطبق ده على أرض الواقع بان احنا نفعل الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها. شايف مدينة شرم الشيخ ازاي لو حضرتك جيت قبل كده؟ هل في فعلا شايف تحول أخضر بالفعل؟ هل اختلفت عن ما شفتها قبل كده؟ أنا زرت شرم الشيخ قبل تقريبا 10 سنوات كزيارة سياحية، ولكن ما رأيته حقيقة. أنا أريد أن أهنئ القيادة المصرية والحكومة المصرية والشعب المصري على هذا الكرم الكبير وعلى هذا التنظيم الرائع لمثل هذا المؤتمر. عندما يكون لديك 46 أكثر من 46 ألف زائر في آن واحد، خلاله أيضا هناك ندوات مؤتمرات، أكثر من 130 رئيس دولة وشخصيات كبيرة جدا من دول العالم، تنظيم مثل هذه المؤتمرات ليس بأمر سهل. التنظيم وما شاهدناه حقيقة كان رائعا ويفوق الوصف. الكرم المصري أيضا والتعاون بين الزملاء مع جميع أطراف، سواء كانوا حراس أمن، موظفين وغير ذلك، كان يثلج الصدر. مدينة شرم الشيخ عندما يعني تتجول فيها حقيقة فعلا أصبحت مدينة خضراء، وخلال السنوات القادمة أنا على يقين بأن هذه المدينة ستكون جنة مصر أو خضراء مصر بشكل أو بآخر. فهنيئا والله للحكومة المصرية وهنيئا للشعب المصري. ليس في مدينة شرم الشيخ، أنا أعلم أيضا بأن هناك أيضا مدن خضراء أخرى بدأت تأخذ نفس المنحة، وهذا يعني يجسد ثقافة والاهتمام الحكومة المصرية بخضرنة مصر بالشكل الذي يريده المصريين ويريده العالم أجمع. هو فعلا هي مدينة السلام، هي فعلا تتحول بالفعل ترسل رسالة للعالم كله ان احنا لما نبقى اول مدينة خضراء في مصر هو ده لازم الناس كلها تاخد نفس الحذاء وتمشي على نفس الخطوات. هي بترسل رسالة للعالم كله مش بس هنا في مدينة شرم الشيخ. دكتور سالم مالك مدير عام منظمة الاسيسكو، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. يعني وكما رأينا هي كوب 27 فرصة كبيرة للتعاون، فرصة كبيرة لطرح الأفكار، فرصة كبيرة أيضا للوصول للحلول بمشاركة الخبراء بمشاركة المنظمات، ولكن الأهم من طرح الحلول كما قلنا سابقا وكما سنقول دائما هي رسالة شرم الشيخ ورسالة مصر والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. أشكرك جزيلا كريم بيبرز، وأشكر ضيفك الكريم.